يا احمد وتفضل وياي يا استاذ وليد. تفضلوا يلا 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 يلا. تفضل 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 تفضل. كاك يا احمد سريع سريع الخطوه يمشي ملكا. يا سلام. استاذ وليد هسه الان عرفني شنو الزرزور؟ في الحقيقة احنا عشيرة الجبور. اها والنعم. الله يحفظك. والنعم الجبور. يسمون على الاحداث او على الاشخاص المواقف. مثلا جدي اسمه زرزور. أه. ابن عمه صقر، عقاب، الله شاهين. الله 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 الله. وعصفور. يا الله يا الله. اسماء الطيور الجارحة والاليفة. عصفور. أصفر. يعني عصفور وزرزور ويا الصقر ويا النسر مثلا. تمام. طيب هواياتك شنو؟ أنا متخصص في مجال التنمية البشرية. أه. تطوير الأفراد والمؤسسات، فأعشق التدريب. أه. والظهور الإعلامي يعني. ممتاز. والشعر عندك شيء هواية شعر؟ أستمتع بالشعر لكن لا أقوله. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. إيد ورا الظهر وإيد على الطاولة ونسأل السؤال الأول. السؤال الأول يقول اذكر شيئا لضماد الجروح. بلاستر. بلاستر مستعجل وسريع سريع. زرزور خلي نشوف البلاستر. رائع. لاصق الجروح اللي هو البلاستر. إجابة صحيحة ولكن 14 نقطة. الاحتمال الرابع. في احتمالات أخرى. 3-2-1. هذا لازم نرجع على كاكا أحمد ويجاوبنا. إذا أخذ احتمال أعلى منك يروح السؤال يمهم. كاكا أحمد شنو الشيء اللي لضماد الجروح؟ اذكر لنا واحد. بيتادون. ها؟ بيتادون أو سبيرتو. سبيرتو. خلينا نشوف الأشياء ضمن المعقمة. السبيرتو معقم مطهر. نعم موجود. أخذ الاحتمال أقوى. تفضل أستاذ وليد لمكانك وتفضل أستاذ كاكا أحمد الورد إلى مكانك. ونبتدئ بالسؤال إلى أواز. أواز راح أسألك منه. راح أسألك منه. أخاف منه شاني. لا أجي وبها تحدي. إذن يلا خشك أواز اذكري شيئا لضماد الجروح. شاش. 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 خلي نشوف الشاش. شاش جميل. وراء. والله بطلة 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 خشك. أرز اذكر شيئا لضماد الجروح. لوكا. قطن. قطن. انت قلت وشنو بالكردي؟ لوكا. وانا يمكن راسك الكردي. زي الكردي حلو. انا لابسه قلنا لك يا مو زين. قطن. قطن. قطن ضمن الاشياء اللي يضمدون بها الجروح. خلينا نشوف قطن. اه اعلى احتمال. شبقت البريز. بريز. خلينا نشوف بريز. بريز اذكري شيئا لضماد الجروح. هو انا شنو خليها قطن بس هو اخذها. هو ليش اخذتها انت؟ مو ما عرفتها اي تريدها. شنطه فيها ممكن هديه. يلا ما يخالف. اكو بعد عندك احتمالين. ذكري باعي باعي اللائحه وجاوبيني بس اريد وقت لانه ما عندك وقت. يلا. شاش قطن هذا الباندج. وقت باندج. شنو الباندج؟ يعني يعني اللفاف. ايه. ايه. اللفاف. هذا الباندج باللغة الأجنبية. الباندج يعني هو اللفاف. خلينا نقول لفاف. هو طبعا بوجود الباندج. الباندج يستخدم ايضا للعضلات يعني الرياضيين يستخدموه بس مو لضماد الجروح. ما موجود ضمن الاحتمالات. خلينا نشوف عندكم خطأ واحد وباقي احتمالين لازم تجاوبون عليها حتى تاخذون الجواب او السؤال الاول لكم تخطفوه وتحققون بنقاط. ماشي ان شاء الله. كاكا احمد اذكر لي شيئا لضماد الجروح. كريم. كريم مرهم. كريم. نعم كريم. الكريم او المرهم هو ممكن يعقم المنطقة اللي موجودة على الجرح. باقي احتمال واحد. اواز اخر احتمال اذكر لي اياه واخذي النقاط عليك. عندي احتمالين بس. وقت. وقت واخذي واحد. اخذي واحد. ابره وخيط. ابره خيط. ماكو ابره وخيط. لو ابره لو خيط. هي طبعا الابره خيط. اوكي خيط. خلينا نشوف.